دكتورة من عائلة معروفة تتشيع لنور محمد وآل محمد من السعودية، هل هذا الموضوع بلساني؟ بلسان الحاج وعد اللامي؟ بلسان الشيعة حتى يأتي شخص ويقول أنه أنتم تكذبون؟ لا، هذا الكلام كان بلسان الشيخ ناصر العمر. نستنى إن شاء الله لتمام كلامه ولنا تعقيب مختصر، فخليكم الفيديو بعد الصلاة على محمد وآل محمد. نعم، سبحان الله، غضبنا لما حدث ويجب أن نغضب في البلاد الأوروبية، وهذا أمامنا الآن. كتب الرافضة علانية صراحة، والرافضة يعلنون عن أهدافهم كما ترون. إلى متى يعني هذا الأمر والتساهل في هذا الأمر؟ نحن في غفلة. يجب الحقيقة أن ننكر هذا المنكر، والإنكار ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجلبهم إلى تحت. نعم، أنا وأقولها دينا ضد أي تصرف غير مسؤول، لكن لا يعني هذا السكوت. مناصحة المسؤولين، الكتابة، الإبراق، مناصحة أصحاب المكتبات، مناصحة الناس أن نتقوا الله، لا يذهبوا لهذا المعارض التي فيها إلا من أراد أن يحتسب. نعم، من أراد يذهب يحتسب، ينكر هذا المنكر أو يرصد الواقع الموجود الآن فليذهب، أما يذهب يتفرج أو يأخذ ابنته وزوجته والرافضة ويأتي مثل هذا المعرض، لمصلحة من هذا المعرض؟ نعم، لمصلحة أعدائنا، ويخدم أعدائنا ولا يخدم بلادنا ولا يخدم عقيدتنا ولا يخدم منهجنا. والسكوت على هذا الأمر، ماذا ندري ماذا يحدث في العام القادم؟ ماذا يكون بقية المعارض التي تقام؟ أيضا أبناؤنا ضحية يا أخوان، ليست القضية فقط على هؤلاء، إذا كان هم لا يبالون، أبناؤنا، بناتنا. قبل أيام يحدثنا أحد الأخوة في أحد المستشفيات، الدكتور في مستشفى، قال فلانة بنت فلان من عائلة معروفة تشيعت. تقول جالسة زميلاتها تحدثنا وقال رأيتم ما حدث من مقتدى الصدر؟ قالت تأدبوا، قولوا السيد مقتدى الصدر. موجودة في مستشفى مستشفيات، وبنت عائلة معروفة أبعد ما يكون عن التشيع، قبيلة معروفة، وتسكت زميلاتها. لماذا بس يقولوا مقتدى الصدر؟ لماذا ما قالوا السيد مقتدى الصدر؟ الآن التشيع والأمر واضح، بل في مثل هذه المعارض الكتب نجد في هذا البلاء الأمر جد أيها الأحبة. حياكم الله من جديد أخواني أخواتي، مثل ما استمعنا أو شاهدنا إلى تمام هذا الكلام، نعم ناصر العمر يقول دكتورة من عائلة معروفة، فالحمد لله ضربنا عصفورين في حجر واحد. أولا دكتورة تحمل الوعي الكبير لتختار التشيع، ايضا من عائله معروفه، والحمد لله العائله والعشيره لها دور كبير جدا بان يعني تكون ان شاء الله داعم لها، او قد تكون العائله اصلا هي متشيعه لنور محمد وآل محمد. ولكن النقطه الاهم، هذا الكلام ليس بلسان قناه خواطر فكريه، لياتي شخص ويقول انه انت تدخل ما اعرف عناوين كذا وتتفقون مع كذا وتتفقون مع اشخاص وكذا وكذا وكذا، إنما هذا الكلام جاء بلسان ناصر العمر. تقبلوا تحياتي، الحمد لله على نعمة التشيع، وفي أمان الله.